خالص الشكر نتوجه به لكل من دعم وساند هذا المحتوى اللي يسعى لتوثيق التراث في المناطق والجهات اللي مشينا لها في ريحة البلاد. أكثر من 380 ساعة تصوير، أكثر من 2640 ساعة مونتاج، لزوز مواسم، عديد اللقاءات والغوص في التاريخ والتراث والتدوين والثقافة. وباش نواصل الذهاب لمختلف ربوع البلاد لاستحضار خصائص الجهات وتثمين التراث المادي ولا مادي، على خاطر مازال عنا برشا ما نكتشفه. يتواصل ريحة البلاد على نسمة جديدة، وهذا الموسم الثالث. هذا البرنامج برعاية بيات تريو دور اس تي بي. عدينا نهارين في صفاقس، ليلة رمضان ونهار الأول متاع رمضان، بين سيدي منصور والمدينة العتيقة والقصبة وباب بحر وسان ماتر، شقة نريق عند الفارسي وشقة فطر من غدوة عند دار الكراي. ذقنا البغيوش بالكريمة عند العارم وحضرنا نزول صفاقسي في برج. مشينا للشفار القديم وجديد، ومدام عايدة عملت لنا ماكلة صفاقسية منو نودكم ولا نشهيكم. ورفيسة الحجوجة زيدة، ليلة رمضان ونهار في رمضان، وإن شاء الله رمضانكم مبروك ومرحبا بكم في صفاقس. صفاقس هي ثاني أكبر المدن التونسية في المساحة وفي عدد السكان. نسبت المدينة إلى القائد الأمازيغي سيفاكس، وهو ملك نوميدي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. أصل الكلمة أسفاكس، وتعني بالأمازيغية المدينة المحروسة أو المدينة المحصنة. تبعد 270 كيلومتر على العاصمة تونس، على الساحل الجنوبي للبلاد التونسية. يحدها شرقاً البحر الأبيض المتوسط، وشمالاً ولاية المهدية، وجنوباً ولاية جابس، وغرباً القيروان وسيدي بوزيد. حول طرق وثنية تتوسع صفاقس على شكل نسيج عنكبوت: طريق سيدي منصور، ثنية السلطنية، ثنية الدير أو طريق المهدية، طريق تونس، طريق تنيور، طريق جرمدة، ثنية العين، طريق منزل الشاكر أو عطية، طريق المطار، طريق جبس. لموقع صفاقس الحالي مدينة طينة وتبارورة، اللي يقال إنهم أصل المدينة. تقع مدينة طينة على شاطئ البحر على بعد 10 كيلومترات من صفاقس في الاتجاه نحو جابس. مدينة وصلت لقمة ازدهارها خلال القرن الثالث للميلاد، ومن بعد تدهورت حالتها نتيجة الاضطرابات اللي تعرضت لها، واللي خلى أهل طينة إنذاك يهجروا مدينتهم شيئاً فشيئاً لصفاقس. أما تبارورة اندثرت تماماً، ولا يمكن اعتماد ما وصلت له الحفريات والاكتشافات الأثرية. بعض المؤرخين يعتقدوا أو يعتبروا اللي صفاقس حلت محل تبارورة لوجود بقايا رومانية تم اكتشافها أثناء التوسع العمراني خارج أسوار المدينة العتيقة. مدينة صفاقس لم تكن في القرنين التاسع والعاشر سوى مدينة صغيرة عدد سكانها لم يتجاوز 3000 نسمة، لكنها كانت مدينة مزدهرة
يطيب العيش فيها، وكانت منذ نشأتها مقصد التجار لأن أسواقها عامرة، وخصوصاً لبتيع اللوز والزيت. وهي أصبحت اليوم ثاني مدينة كبرى بالجمهورية التونسية اللي لها دور اقتصادي هام. حين تدهورت الفلاحة في صفاقس واختل كل شيء من توازنها الاقتصادي، التجأت إلى البحر لتعوض جزء من خسائرها. ويلعب البحر في الوقت الحاضر دور أساسي في اقتصاد صفاقس، وخصوصاً الصيد التقليدي، على خاطر صفاقس تقع على خليج قابس، والأسماك الموجودة في هذا الخليج متعددة الأنواع. ولأن البحر كالصباح فيه الهدوء والتفاؤل، ومنه تنهل المدينة من خيوط الشمس، فإن أعذب الأوقات السير حذو البحر. نحن في سيدي منصور اللي تقع شمال شرق مدينة صفاقس، وتسميت هكا لاحتضانها ضريح الولي الصالح سيدي منصور. وتعد زاوية سيدي منصور أبرز مثال في صفاقس للزاوية اللي ليس لها أي انتماء طرقي. هذا برج قزل أو عزل أو قصر عمار وبرج كرك ونظور سيدي منصور، وقد استعمل منارة لإرشاد السفن. كان سيدي منصور أسمر اللون، وكانت تسميته الحقيقية منصور الغلام. يقع ضريحه بالطريق اللي يحمل اسمه، وأصبح أهلي صفاقس والعديدين من إفريقيا يزعموا إنهم من سلالته يزوروه ويزوروا ضريحه، لأنه يعتبروا إنه عنده كرامات تنقلتها الألسن في صفاقس. مراد فندري ومحمد كمون وشيمة كراي رافقوني وكانوا معايا في جولتي في المدينة العتيقة، وسيرين صدود كانت في التنسيق لزيارتي لصفاقس. يحيط بالمدينة العتيقة سور مرتفع بني في القرن التاسع بالطين، ثم تجدد بالحجارة على فترات متعدة آخرها في القرن الثامن عشر. يتكون من شرفات ومحارس ورباطات وأبراج دفاعية، سكن فيه مرابطون، وتأخذ المدينة صورة مربع مستطيل طوله 600 متر وعرضه 400 متر. وفي المدينة هذه تتجمع الأسواق، بعضها مسقوف وبعضها سماوي مفتوح، تربط بين باب الجبلي وباب الديوان، وهما أقدم أبواب المدينة. والأبواب كانت تفتح قديما على المرسى، واليوم على المدينة العصرية باب بحر. المدينة العتيقة تحوي ما يقارب 78 معلم ديني من مساجد ومقامات أولياء وصالحين. فما اللي تغيرت وظيفتهم وولوا محل سكنة أو جمعية أو مقهى. ومن أبرز المعالم الدينية زاوية سيدي علي الكراي، وهو أول مبنى ديني في مدينة صفاقس تكون فيه تربة، وزاوية سيدي علي النوري المجاورة لدار الجلولي واللي تقع في الجزء الشرقي من مدينة صفاقس، واحدة من أشهر زوايا مدينة صفاقس العتيقة ومقر الأخوية الصوفية. استخدمت لأغراض سياسية وعسكرية، وكان مقرها مقر تنظيم مكافحة الصفاقسية لمسعفي فرسان الإسبيتارية خلال اشتباكهم في القرن 18. تحوي زاد المدينة العتيقة على أربع حمامات، أشهرها وأقدمها حمام السلطان اللي يطل على نهج الدريبة، وهو على مقربة من دار الجلول. لا تحتفظ المصادر المكتوبة بتاريخ محدد، لكن تم ترميمه عام 1649 خلال فترة حكم المراديين. ويذكر مصدر اللي فما ممر سري تحت الأرض بين الحمام وأحد حكام مدينة صفاقس القدماء. الجامع الكبير هو أول الجوامع إنشاء في مدينة صفاقس، يحتل وسطها
ويعود تاريخ بنائه إلى نفس سنة بناء سور المدينة، أي 235 هجري 849 ميلادي، تبني في عصر الدولة الأغلبية اللي حكمت إفريقيا في القرن التاسع للميلاد. تحيط به أهم الأنهج والأسواق في المدينة، خاصة نهج الجامع الكبير، ومن الأسواق سوق الربع. الجامع على شكل مستطيل يتكون من بيت للصلاة وصحن تحيط به أروقة من جهته الأربع، وفي الركن الشمالي الغربي للصحن ترتفع مئذنة مربعة الشكل على الطراز القيرواني بارتفاع 25 متر، صومعة من أجمل المئذن التونسية تتميز برقة سخارفها. كان للجامع الكبير عديد الأسماء، من بينها الجامع الأعظم لفخامة وعظمة معماره، وأيضا جامع الحفرة لأنه يقع في منخفض من الأرض في المدينة العتيقة، وأيضا الجامع الكبير لأنه أول جامع يبنى في صفاقس، وجامع صبايا إذ قيل أنه سبع فتيات ما تزوجوش فقاموا بالتصدق بأموالهم الكل لترميم الجامع والدفن تحت ركن من أركانه، هذك علاش تسمى بجامع صبايا. وحول الجامع كما قلنا تتجمع الأسواق اللي فيها المسقف واللي مش مسقف، واللي تربط بين باب الجبلي وباب الديوان، وهما أقدم أبواب المدينة. والجامع والأسواق هما قلب المدينة النابض، فللأسواق وظائف اقتصادية وللجامع وظائف دينية واجتماعية. هذا مقهى الكامور عمره أكثر من 200 عام، ويقع في سوق الكامور اللي هو سوق البهارات لزيبيس. اتفق المؤرخون اللي زاروا صفاقس منذ أكثر من 1000 سنة إنه هناك تركيز للنشاط حرفي كبير في الأسواق، وكانت فما عديد الدكاكين للبلاغجية وللنساجين في الأسواق، هذا ما تبقى منهم. هذا آخر بلاغجي في السوق، سي لطفي التريكي اللي يقوم بصنع يدوي وعلى المقاس. وهذا آخر حرفي اللي قعد في السوق، عم طاهر الخراط. هذه جبة حرير منسج عربي، فهمت ولدا؟ والأقمشة برشا أنواع. هذه جبة قصة تتفصل، بعد ما تتفصل يتحط الحرج متاعها، تتربط في بعضها، تتشد في بعضها ويحطوا لها الحرج متاعها، ومن بعد بشمار هذا يخمه جوج من الناس، شفتوا ولا؟ هذا 1 ملليمتر بري، شفت الغرزة متاعها معناها، شفت الغرزة كذنية 1 ملليمتر بري. أوكي، واحد يبدل واحد يخيط، واحد يبدل واحد يخيط، تتشد هذه من بعد تتعدى للطريزة هذه، بعد ما تكمل التريزة هذه زيزية نقشة، هذه تجم تقول عصرية، فهمت ولا؟ هذه تقليدية عصرية، وتو نوريك التقليدية، التقليدية اللي على أصلها كونه الزيزية، مفهوم؟ تو بالنسبة للخدمة نتاعي قلت لك ما نشدش، ما نجمش نحصرها بالضبط القطع قداش نقعد فيها، خاطر أنا كي نحل الخدمة ما نحلش في كعبة، نحل 3 4 كعبات، ونبدا كل واحدة نخدم فيها شوية ونخليها على سيرة ونبدل الأخرى، تعرف علاش؟ باش نكسر الروتين، فهمت؟ على خاطر كي نشد برانش حاجة واحدة بنخدم فيها تولي مملة، تقلق منها، فهمت ولا؟ فهمتي؟ أو مرة نفصل، مرة نركب الحرج، مرة نبشمر، مرة نطرز، مرة نركب القطان، مرة نسلسلها، مرة ننورها، والحديدة من بعد تجيب الكل في الكل. هذه الزيزية الأصلية، أوكا، شفت الزيزية؟ هذه الزيزية الأصلية تراديشنال. أعطوني أريك الجبة نتاع قبل شني بالضبط. هيا سيدي، هذه القمراء، هاي أصل الجبة كيفاش كانت،
ما فيها حد شيء. ركب الحرج وبشمر وسايده من غادي. شفتها هذه كانت الخدمه. هذه من الستينات. من الخمسينات مش حتى من الستينات. من الخمسينات. أو شكنا نخدم قبل. قبل يفصلوها. المعلم يفصلها ويقبلها الحرج نتاعها وناخذها انا. ايش نعمل فيها انا؟ نربط الحرج مع الرقعة. شوف شوف البشمار هذا قرب شويه. شوف البشمار هذا شفتوا شيء؟ ما يبانش هكا. شفتوا شيء؟ واحد يبدل والاخر يخيط، واحد يبدل واحد يخيط. بعد تطورت الزبه ولا يوم فيها الزمرشة. ما عادش يخدموها هذه تو. ما عادش يخدموها شكون يخدمها؟ يسمح لها. مفهومه؟ هذه سكروتا. هذه سكروتا لوفري سكروتا هذه. هذه هذه لوفري سكروتا. اه وي هذه لفري سكروتا. افهم اغزل 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 هاي السكروتا الطول موجودة كمان ورياري. هاي السكروتا الموجودة لو كان نعملها هكاك نعملها هكاك تيجي في دي. هذا الحرج شريط هذا شريط فهمت؟ هذا شريط اما هذا الشريط زين هذيك هذه نقش هذه 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 من البنتات ستة بنتات ثلاثة على اليمين ثلاثة على اليسار شفت مشي. وهذا العريش كل حد عنده اسمه. وهذه السلسله وهاكم النور. السلسله هذه نعملوها علاش نعملوها ترى؟ كما نعملوهاش في ست قطع هذه اوكي. هذه تربط تربط القصه هذه باش ما عادش ما تنبش خاطر احنا كنمسوها تو لباس مش يلبسها ويقعد او طلع منها او هبط من الليلة حطيت شعرك تابت سوى ديزاون اغزل اغزل لها سوى ديزاون هكا باش تستويها اش تعملها تبدا من هنا هكا اوكي اوكي شبت بلاصتها هذا مفتول الحرير اوكي هذا طبعا حين يجي واحد يقول لك علمني الصنعه نقول لها باهي هاي شو تحل المفتول هذا تحلي نقعد نعلمك ما نحلوش ما تعرفش تحلو ما تتعلمش تقوي معيسى خنشوف خاطر ميمي باش نتعلم شويه اذا تحلو هذا تحلو وتخدم به كيفاش تحلو كيفاش لا 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 ها ها حل يعني كيف موريني كيف تنحل هاك هاك ها انت ما يدي ها هاك باش تحل أنا سكر مقوى تخرج فتلة تدخل فتلة تشد المفتول كم عشرة في عشرة اللوطة وعشرة الفوق برمى الفوق احنا كي نكون قبل كي نبدا نخدموا الكونفرساسيون الديالوج هذيا نحطات معناتها ما نتحدثوش تعرف علاش ما نتحدثوش على خاطر اذا تعمل لقاء وتتحدث ضاعت عليك غرزه اذا تحدث اذا تقول 100 حرف 100 غرزه مشات وهيكون ما فيش بالنسبه لي ناي الصنعه هذه باش تندثر لا فاتت اندثرت وفات صدقني انا فات دخل عليها تخدم ماكينات طوي واخدم منهم وسوى الفلوس. انا كي نخدم 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 على القطعة من بعد كيفاش باش تخرج. بيان سير اذا كان في صفقة سهلناها انا سكر الحنوط ما عادش عندنا صناعية. سوق قريعة من اعز الاسواق في صفاقس اللي يضم خبرة السطاوات الصفاقسية صممه المقاول بطريقة جميلة وبخبرة لا متناهية. محمد قريعة كما لقنوني صفاقسية في ذكر الأسماء أحد المقاولين اللي ساهموا في الديناميكية الكبرى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. وهذا سوق الحوت أيضا اللي في زيارة لبعض اليابانيين تم الإشادة بهذا السوق من ناحية المعمار والبنية التحتية والملاحظ اللي الدوائر في السوق هي اللي كانت المتنافس الملائم
باش الذباب ما يكونش موجود في المكان. نجيو للحوت. الحوت مهم ياسر في صفاقس. في رمضان مثلا وأواخر رمضان يبدأ التحضير للشرمولة والحوت المالح، اللي هي عادة قديمة متجذرة، قيل أنه هي أصولها رومانية وقيل أنه أصولها يونانية، لكن الأكيد اللي هي صفاقسية 100%. تتعمل بالأسماك الرفيعة والغنية بالفيتامينات والبروتينات والمغذية لجسم الإنسان بعد فترة صيام دامة شهر كامل. وسوق الحوت هذية أو سوق الأسماك هو واحد من أشهر الأسواق الموجودة بالمدينة العتيقة بصفاقس، نظراً لكثرة وتنوع الأسماك المعروضة فيه. الملفت للانتباه في السوق كثرة صناع الأحذية العصرية والحركة التجارية والصناعية داخل أسوار المدينة العتيقة. تعتبر مدينة صفاقس العتيقة من أجمل المدن، 11 قرن من التاريخ والحضارة اللي حافظت فيه على جوهر كيانها المعماري وعلى تقاليدها الحضارية العريقة. المدينة العربي فيها تراث معماري كبير يتطلب العناية به والمحافظة عليه. فيها برشة بنايات تداعت مع الزمن وبدت تتلاشى بسبب الإهمال وضرورة المحافظة على هذا الموروث وعدم التفريط فيه هو مسؤولية الجميع. مبادرة بدأت بها جمعية أريش اللي حرصت أنه تنشر الفكرة هذه، والتحق عدد هام من محبي التراث والمؤمنين به وبضرورة صيانة الممتلكات العتيقة والاهتمام بها، وانبعثت نواة من المهندسين المعماريين لإعادة الأعمار وترميم هذه البيوت والحفاظ على قيمتها التاريخية والمعمارية. الديار العربي اللي صمدت في وجه الزمن وبفضل أهلها اللي حافظوا عليها، هذه الدار في سقاق الذهب، هذه الدار العربي الصفاقسية، دار كمون. نمط معماري تقليدي جميل يتميز ببساطة ورقي. كل ركن من أركان الدار يسلط الأضواء على تاريخ عريق للحياة اليومية الصفاقسية وتراثها. منازل صفاقس كان لها دور اجتماعي يهدف للمحافظة على أواصر الأسرة واللحمة والعشرة. كان أقل شيء يحتوي على 13 فرد من أفراد العائلة اللي يتعايشوا على طول عمرهم، وكانوا يقيمون في هذه الديار من شهر أكتوبر لشهر ماي من كل عام الموافقة للسنة الدراسية، وفي باقي العام أي في فصل الصيف خاصة تتحول السكنة لأغلب عائلة صفاقس للجنان. نحن عند الفارسي باش نذوقوا واحد من أبان الكسكروتات في صفاقس، المولاه النوري الفارسي اللي من صبابتي في عام 1962 إلى واحد من أساطير المطاعم الشعبية وعنده أبان كسكروت في البلاد العربي في صفاقس. كيفاش الحكاية؟ كيفاش الحكاية؟ هكا يا سيدي، ليلة حليت التلفزيون أنا مفصل في الشغل، وجاسي الباهي نضغم الله يرحمه، وجاسي أحمد بن صالح وبدأ يحكي قال اسمع مش ناهل مكا سي الباهي رئيس حكومة. سي الباهي وقتها رئيس حكومة دوبل استقلينا، سي الحبيب جابه هو خاطر مواطن صالح وخدم الحركة الوطنية وخدم كذا يكو. قالوا نعلمك من توا إذا تلقى 5000 في جيبك راك سرقها من عندي. سي أحمد بن صالح وقتها كان يخدم اتحاد الشغل بورقيبة، تلقاها كناضج وعفريت جبدو وجاب لنا الاشتراكية هذه. قلق الثنايا الكل غادي شيرتك المستير وشيرتك الواحد
كل باللي بتركسه تعضوا ديت تعضوا ديت تعضوا ديت هيك الناس شنقت روحها فكولها مرساقهم والبلاد مشات البلاد مشات. قديش قعدت الحكايه هذيا؟ قديم العام قعدت؟ عامين هكاك حاجه كيما هكا. كنت صبابتي وقت اللي لقيت نهج البي الناس حايره في مكلتهم بعوضت بالملايين مليان بالصبابط لا بيع ولا شيء. مشيت للولايه عندي واحد يقول له نائب الولي وقتها قال لي اسمع كلامي هذوما الكليك راهم فالسين على باب فلس ماشي هذا ياخذ بلاصته قال لي برا مشي حل شويه حليب ومشتقاته قال حنوطه تلقى فيه حليب ومشتقاته خدمت فيه جي 4 ولا 5 سنين سمى معمل هوني تولت مصلى المعلمه نتاعهم جي 40 طفله وعملت الماكينه وعملت لما كذا والبرسينات نتاعي قدام الحانوت نتاعها الحانوت نتاعي قدام البرسينات نتاعها قالوا لي هاك الوقت كاين نخدم انا في شويه كذا حتى يجي لاجريمون قلت ندور عملت شويه كسكروت شويه مش. البنايات فهمت ولا يمدوا لي 30 برنج قال لي عمل لي تقول لي عمل لي شطر كعبه بوكات وشويه فريونت وشويه هريسه ويرحم ربي تناديت فيك الواحد يجي 40 طفله بعت لي انا بربي الحنوط ضيق شريت الحويط كريت الحويط هذي بديت نخدم على روحي وكان معاهم مازال قاعد وخليته هكاك عبر الكذا وانا لابس عليا والحمد لله يا ربي لك الحمد. تخرج من البلاد العربي وتحديدا من باب الديوان تلقى قدامك انفاس غلاس العارم اللي يجي في 100 متر وما تنجمش ما تذوقش البريوشه بالكريمه كما يقولوا الصفيقسيه. هذا 100 متر هذا المكان اللي يتلاقاو فيه الأصدقاء شبان وشابات ومراهقين في أواخر السبعينات والثمانينات عشية كل سبت يمشي ويجيو هذاك علاش اسمه 100 متر برشا قصص عاطفية يرويها المكان هذا. جنان الصفاقسي ظهر فريدة خاصة بصفاقس في أجار مثمرة كيما التين والزيتون والنخل والفستق واللوز ومن ناحية المعمار البرج جدران عالية سميكة كأنه مسكن محصن في الهندسة متاعو أقرب إلى القلاع جمع قلعة ويقال أنه التركيبة المعمارية هذه احتاج لها الناس في فترة كثرت فيها الاضطرابات واعتداء القبائل المجاورة وضعفة حماية الدولة أنذاك فكان للبرج مدخل واحد وفتحات تهوئة ضيقة وفناء صغير وتشير وثائق الأحباس إلى تعايش 3 أجيال بالمسكن الواحد الجد والأبناء والأحفاد المتزوجون أكثر من 13 فرد وتجتمع العائلة عادة في كل المناسبات والأفراح والمسرات. وفي العصر الحديث بدأت الجنان والأبراج تزول شيئا فشيئا وعوضتها الفيلات جمع فيلا. عديد الأعمال اليدوية اللي تقوم بها المرأة الصفاقسية وفي هذا البرج كان معانا العولة وطريسة الكنفة وكسوة الملبس. تحضير العولة هي عادة من عادات الصفاقسية يفتلوا فيها الكسكسي والحليلم والمحمص وتتفرش الملاحف
باش تجف العولة تحت أشعة الشمس لضمان ديمومتها. وهكا تتعمل كسوة الملبس. الملبس اللي هو معروف إنه من الحلويات الصفاقسية الأصيلة، وهذا ملبس باللوز. وهذه طريزة الكنفة بخيط الذهب. تقاليد الزواج في صفاقس وجدت منذ ما يقارب 100 سنة تقريبا، وتحرص أغلب العائلات على المحافظة على المراسم التقليدية. وعادات وتقاليد زواج صفاقسي يبدأ باللباس والماكلة والحلو والموسيقى. أربع أيام فيهم الحمام والحنة والوصف والبطالة والنزول والجلوة، وفما فنون صوتية تكونت على مر الزمان تحمل تراث موسيقي. مشي العروسة قدم قدم مع تنجيز على الحوت. هذا أنموذج من العرس الصفاقسي اللي تم التحضير ليه من قبل سيرين صدود وكل المجموعة المصاحبة لها، خصيصا ريحة البلاد. اليوم نهار الثاني لزيارتي لصفاقس. نحن في طريقنا لشفار. يعتبر بحر الشفار قبلة الصفاقسية، يتوجهوا له من كل صوب وحدب. على خاطره كان المتنفس الوحيد لأهالي ولاية صفاقس. الشفار القديم في نقطة، ثم هذا الشفار الجديد، وتقريبا البحر الوحيد اللي مازال باقي لصفاقس. نخدم في البلاد، ملتزمة باش نحافظ على محيطنا، وملتزمة معاكم. سوبال رائدة في تونس في تصنيع وإنتاج الأدوات والتجهيزات الصحية والغاز وأكسسوارات الحمامات. وتاريخ سوبال يرتبط ارتباط وثيق بتاريخ السيد محمد رقايق اللي قام بتأسيسها ونقل لها طموحاته وأنفاسه الرائدة،
وهو معنا في هذا الحوار. مرحبا بكم في صفاقس ومرحبا بكم في سوبال. سوبال هي سوسيتي دو برودكسيون دارتيكل ان ليتون، دونك شركة انتاج مواد ليتون. باش نسهلوها، ليتون سي ان il est composé donc de 60% de cuivre et de 40% de zinc. Et ça, partout dans le monde, tout ce qui est sanitaire, robinetterie sanitaire, c'est fait en laitant. D'abord, je suis ingénieur de formation, ingénieur mécanicien, et j'ai fait une école, une grande école en France. J'ai appris beaucoup de choses aussi en France. Et là, le côté études, le côté social aussi, qui est très important pour la formation de n'importe quel cadre. Et surtout des ingénieurs. Qu'on a fait Sfers, Kenou et Hasra. Donc, Kenou et Tihad Thakafi. Les élèves, le Kouli Tlem de Flaat, la Radika. Un livre par jour, donc, Moutala. C'est 90 livres toutes les vacances, maintenant. Et surtout beaucoup de jeux de ping-pong, de shatranj, où tout est formé. Rhalat, rhalat l'été et le saif, est formé de manière variée. Bref, tous en tant qu'ingénieur diplômé, déjà, a une personnalité comme est formé. Le directeur de l'école d'ingénieurs, il m'a remis mon diplôme. Je vous remets votre passeport à la vie active. C'est-à-dire que la vie active, vous êtes tombé, c'est la vie active. Et j'ai tout compris. D'abord, j'étais boursier. Et donc, et j'ai signé sur l'honneur comme quoi je dois faire des sociétés nationales pendant 10 ans. Et heureusement que j'ai fait 10 ans, parce que c'était deux expériences exceptionnelles. La première expérience, c'était dans une fonderie, qui était une école. Le PDG était un professeur, honnêtement. Rabbi Shfi, enfin bien sûr, à Kabarmani, quelques années, 10 ans, donc il doit avoir 87 ans. Dites Nakhdem. أول خدمة بتاعي في شركة قومية لسوفوميكا سوستي دو فوندري ميكانيك اللي هي منها استوحيت المهنة بتاعي باسكو هذا هي كلها فوندري. من بعد بدلت من بعد 5 سنين عملت 5 سنين هنا في شركة أخرى اللي هي دون لا ميكانيك مي سي لي ترافو بوبليك. اون افي دي فرص كبيرة ياسر إي كومبخي لو فو برودوي le fonds de promotion et développement industriel c'est l'Hadi Nuir Allah yarhamou Allah khalleh pour encourager les ingénieurs كلهم باش يخرجوا اش قاعد تعمل في بيرو كليماتيزور اخرج للحياه واعمل حاجه في اصنع حاجه في بلادك يا بلو جون اللي خرجوا يعملوا في بروجي على خاطر كنت كيشوف في بروجي كان قبل لا بنك سنترال تعطيك اللي كنت ديريكتومون محمد الرقي كان تعطيه لو كابيتال باسكو جافي با دو كابيتال شكون عنده دون طون 75 مليون سيتي بوكو اون 81 دونك البنك سنترال تعطيك لي 80% نتاعهم ديريكتومون محمد الرقي. ومن بعد الشركه البلاد كانت عندنا زيد شنو هو كونتر بارتي؟ حتى شيء حتى شيء حتى شيء. وشنو الضامن انت باش ترجعهم الفلوس هذوك؟ لا ليتود نتاع البلاد لا بنك دو ديفلوبمون ايكونوميك دو تونيزي هذا الضمان الوحيد تو سامبلومون. وبهذاك مشى قعدوا هذه يعملوا بها مده قداش من عام؟ قعدوا برشا تبدلت تو باسكو ما عادش البنك سنترال وما عادش بدات نحاوها جوسكا وقت نحاول بدات يا 20 ans بتاتر نحاول بدات مالوغوزمون داكور بدات ايتي ابسوربي بار لا اس تي بي دونك جي شوازي جي ريفليشي بوكو جي في بوكو ديتود اي جي شوازي لا روبينيتري بصفه عامه لو تو سكي روبينيتري معناها les branchements ou le robinet sanitaire, tout ce qui est asphalte ou tout ce qui est chromé. Dites bichoya, bichoya. Bien sûr, il faut commencer tout petit, il faut savoir comment avancer doucement. Alors, quand on investissement kbir ou moins rentable tout de suite, c'est la fin. Un mauvais investissement. Et là, j'ai calculé, tout est calculé, donc j'ai commencé par beaucoup de produits, comme les raccords, ou les métiers, je fais le cuisine, en salle de bain, ou les encastrés, les fiostes, tout le monde. Et là, 100% de tout ce qui est raccordement, Tunisie. 100%. Tunisie est la seule pays africain qui a une autosuffisance dans tout ce qui est raccordement. Donc, bien sûr, il y a d'autres étapes. J'ai une fois la socra. Le robinet de bouteilles de gaz, de boost de gaz, a 7400 de boost dans la zone tunisienne. Et tous les 10 ans, il faut changer le robinet. Donc, ça fait 740,000 robinets tous les ans. J'ai sauté sur l'occasion. C'est un robinet de bouteilles de gaz. والسيد لو بارتنير اللي مشيت له باش يعاونني باش نصنع، يل ما تريتي دو فو، قال لي مي فوز ات فو،
تصنع روبيني دو غاز، قلت له واش في بالكين؟ وي وصنعتها وتوا وليت معروف ياسر في افريقيا بالروبيني دو بوتي دو غاز. معناتها انت تعتبر روحك اللي عملته كالكولي ولا خديت ريسك؟ يا توجور ان ريسك، اما اون كالكول، مي اون كالكول لو ريسك اوسي. انا 50-50 نمشي، جافونس. مي توت ان ريسك كالكولي. Moi, je suis jusqu'à 50-50, j'avance, je fonce. Donc, bah, j'ai le Fort Samta, j'ai donc des Américains qui fabriquent le compteur d'eau. Ils ont fait un appel d'offres à Fitounes. Donc, ils sont en Fitounes. Bah, on a fait un partenariat depuis 32 ans maintenant. Et tous les compteurs, c'est sympa. Sur appel d'offres international, au management, il faut que tout le branchement d'eau, à part. Et le gaz. D'abord, avec le compteur, j'ai le branchement d'eau, tout ce qui est branchement d'eau. Mais j'ai trop de mal d'eau. Le branchement de gaz, kif, la steak. كان كل دي زوروبيان اللي هما كانوا ابل دوفر يشاركوا لي زوروبيان وياخذوه ستيك تاعتهم لهم. ما خفيتو انا ما خفيت حد باسكو اون في لا ميور كاليتي. كملنا تو سكي ريكوردمون، قلنا دونك نفكروا في الروبين سنتر. هي كانت بلانيفيه من الاول، تبقى نستنى في وقت يجي. جا وقتها اون 2000 دونك بدينا كبرنا وتوا كيف كيف غطينا 80% من لي بزوان، احنا نغطيو 100%، اما التونسي فما مازال 20% من التوانسه اللي هو مازال ما يمنش بسلعه بلاده. يتم خرق العاده باسكو قبل كانت 20% يامنوا و 80% ما يامنوش. التونسي كان شكون برودوي تونسي خير من الطليان ولا خير من الالماني؟ صعيب ياسر، ما يامنوش برشا. هذه خدمه وقت بوكو دو بيرسيفيرونس، وصلت توا باش نقنعوا التوانسه الكل كوني تونس وقاعدين نقدموا راهو 80% ومازلنا نحسنوا منها. الوتله باغ اكزومبل كانوا قبل ما يركبوش سوبان باسكو الوتله دونك توا ولاو الوتله كلهم لا بروموسيون الموبيليار كان يحط في البروموسيون في الفيش نتاعو يحط روبيناتري امبورتي. توا لا ما عادش ولات روبيناتري سوبان. كل عام نزيدوا كل عام نجددوا. اون كومونسي بار كوبي لي مارك ترانزير سي نورمال. انا كومونسي بار كوبي وبعد بشويه بشويه اون سو تريتي لو ديزاين ومن بعد دونك ولا عندنا دي ديزاينر ولينا سي نو ميم كي بروبوزون. احنا ولينا ديزاينر داير باسكو اون كوني لو بيزوان دو كليون. وقت حبينا نسميو فما دي فيل كو اللي حب عندي عاطفه خاصه ليهم ونحبهم برشا على خاطر دابور دي سوفينير دونفونس كنا نمشيو ونعديو العطل فيهم. اللي هما بي سي دي فيل تونيزيان كو جادور معناها على خاطر توانسه. اللي هما الاولانيين شنو؟ اللي هما الاولانيين مهديه ومستير سلقطه سوسه، هذوك اللي بدينا بيهم. بعد كملت وبعد مشينا للجنوب طوزر وتوا نفطه هابطه سي خارجه. وبعد مشينا لبنزرت مشينا لطبرقة وجربة بيان سور. بديت باللي سميتهم اللي قبل صفاقس. قبل صفاقس قبل صفاقس علاش؟ خاطر او فون باسكو سي دي فيل توريستيك ان بو. صفاقس اونيتمون ماهياش تري توريستيك بالمجد معناها. وبعد لا قلنا سي توا صار وقت صفاقس يلزمنا نكملوا صفاقس. ما بديتش بها. انا عام اخترت صفاقس يا 5 ans 6 ans. بعد 15 سنه من اللي بديت الروبيناتري. قلت لي ليزيترونجي في المعارف يجيو يسالوا شنو هي صلقطه؟ شنو هي سوسه؟ اكزاكتومون. اي وتجاوبوا فسروهم اللي هما بلدان تونسيه توريستيك. بالعكس نعاونوا احنا في التوريزم التونيزيان. دونك بيان سور هذايا توا سي لا مود ولاو تعداو لونكاستري نصهم في الكابين دو دوش اوسي. حسيت لو بزوان دو تونيزي الكل ملو 100%. فما حوايج اخرى نحب نوريها لك اللي هي عملتها بار با سنتيمون على الاقل لي لو بزوان دو لانديكاب دي زانديكابي لي بزوان. ونحبها تتعمم دونك على الوكله وعلى الديار وعلى 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 اي سورتو للديار تولي على لا بورتي دو تو الموند. الديار حاشتنا الوقت نكبروا راهو حاشتنا بهذا الكل مهما دار لازمها تكون فيها هذا. دونك هذا بصفه عامه هذا سي دو بو ترافاي اي بوكو دونجاجمون. يعيشك يعيشك سورتو دو تري بون كاليتي. ان سيرفيس ابري فونت اللي ما عنده حتى فابريكون ما عنده سيرفيس ابري فونت. اللي عنده اقل مشكله يمشي للبلومبي الدار ويصلح له.
Et on reçoit enfin, des demandants, des, donc sur la Tunisie, on dit 6 plombiers qui ne font que le service après-vente. Et surtout la garantie, maintenant. Vous avez 5 ans de garantie, le moins de problèmes, bien ça te fait. En tout cas, les accessoires Zeni. Aïchak. Une belle finition. Aïchak. Surtout. Et puis l'idée, Marlette a. باش سوبال تكون موجودة في ريحة البلاد هي فكرة المناطق اللي أنت اخترتها. نسيت حاجة زاد كيف كيف ريحة البلاد تو تشوفوه في المعمل كله داير فوالا فو لافي درابو تونيزيان. درابو تونيزيان إلي باختو عند لومبلاج نتاعنا الكل درابو تونس على خاطر فوالا على خاطر جو فو امبوزي فما ناس يختاروا اسم ما يشبهش لتونس باش يقولوا على ليميت ماهوش تونسي. لا انا عملت اخترت اسم تونسي وحطيت درابو تونسي باش ميم ليكسبورتاسيون يا عباد راني برودوي تونيزيان. هذه ثاني أكبر ملاحة في الجمهورية التونسية، تمتد على 17 هكتار وهي قائمة منذ 1949 لاستغلال الملح البحري فيها، تحوي على الأراضي الرطبة فتأتيها الطيور المهاجرة لتسكن فيها. القصبة أو رباط صفاقس هي قلعة تقع في الركن الجنوبي الغربي للبلاد العربي، وهو من أهم معالم المدينة العتيقة، وكان للقصبة دور دفاعي هام، حيث كانت مركز الحكم في المدينة ثم سكنة الجيش الأساسية بها، وكانت زادة برج مراقبة شيده الأغالب على الساحل وتحتل أعلى مكان بالمدينة. تحولت الآن إلى متحف للعمارة التقليدية. بما أن القصبة أعلى مكان في المدينة فأنك تلمح من بعيد السيناغوغ اللي افتتحت في 6 جوان 1955 وتعد أكبر كنيس أو مجمع يهودي في تونس. من جهة الأخرى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث أن الجالية اليونانية متواجدة بكثرة في صفاقس استقرت فيها منذ 100 عام ورحل آخر يوناني سنة 1998. أيضاً الكاتدرائية الكاثوليكية بصفاقس اللي تم بنائها وافتتحت في 4 ديسمبر 1845 على أرض قدمها أحمد باي، ومارس فيها المسيحيون شعائرهم بكل حرية. تحولت بعد الاستقلال لقاعة رياضة. ويلاحظ أن صفاقس كانت أرض تلاقح مختلف الشعوب والديانات، وكانت أرض تسامح وتعايش بين مختلف الجاليات. بعد الاستعمار الفرنسي ظهرت مدينة حديثة في مكان المرسى القديم بعد ردمه، سميت ببحر، وامتازت بمحلاتها التجارية الواسعة ونشاطها الإداري وكثرة مقاهيها. وأهم بناء في المدينة هذه صمم وأنجز في ذوق رفيع هو قصر البلدية اللي تم تشييده سنة 1905 على نمط تقليدي جميل، وما زالت بعض المباني تكتسي المسحة القديمة، ومنها العمارة هذه اللي هي عمارة سبيتاري، وهي في الأصل صاحبها جيزيب سبيتاري، وهو من عائلة مالطية استقرت بصفاقس بين 1908 و1910. نمطها المعماري يمزج بين عديد الأنماط وتتميز بجمال كبير. لكن هذا ما بقى منها.
المهندسة المعمارية المختصة في التراث بكامل مكوناته بدون تعسف على الموروث، فحاولت إعادة هيكلته بشكل فيه من البساطة والفخامة مع مراعاة حاجية عائلتها وتطور ظروف العيش. مدام عايدة صدود، باش تقترح علينا منيو 100% صفاقسي الشقان فطر أول نهار في رمضان؟ حضرت الحليلم، حضرت خبزة الحم، حضرت بريك بالعظمة والعصاج، حضرت ترشي البرغل، عملت برغل بالعليوش زيادة جية صفاقس، عندنا نعملوا معها مسير مع الديوبي، وعملت شلوط للديسير، وعملت رفيسة انت الحاجوجة، وإن شاء الله يعجبكم بهي الحلي وكتكرم الميلة ونتلقى مع شقان فطر. زيت تريو دور، تريو دور الزيت بكله، زيت نباتي وزيت زيتونة للترطيب بكله. أنا ومنيرة في الكوجينة عاملين كيف زيت ريو دور يحل اللعب في التصنيف، بزيت زيتونة بنين وأرخص منه وما تلقيش، إبيك عليش حصونة من العطار ما يكرديش. زيت تريو دور، تريو دور الزيت بكله، زيت نباتي وزيت زيتونة للتعطيب بكله. تريو دور أوليف بلوس أكثر من 50% زيت زيتونة، تريو دور الزيت بكله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مازال بازين للسحور، بازين بالقلية. اي تعملوه في السحور؟ اي نعملوه في السحور في رمضان. انا نعرفه في العيد الكبير. اي حتى في نعملوه في رمضان. اي نعملوه في رمضان، اي ويعملوه في العيد الكبير صحيت. اي ونعملوه في رمضان زيدا، بزين بالقليه، طيب القليه على جهه ونخرج النشا، معناتها النشا من السميد، فهمت؟ نعملوه بزين بزين معناتها، فهمت؟ مع أنواع الماكلة هذية الكل، فما الرفيسة والفول المدمس اللي هي عادة احتفال بالحجوجة. شنية الحجوجة؟ هي ليلة 14 جانفي ودخلت ليالي سود وخروج ليالي البيض، وهي ذكرى انتصر فيها أبطال صفاقس على لينوغما. وهي كانت حلوة برشا صفاقس في ليزاني 70، نجم تقول اللي تي كومبارابل لنيس، فالعباد كانت تقول هكا يجوها من العالم الكل. كان عندنا بلاصة اسمها الكازينو، كنا احنا نتفكر روحي انا صغيرة، كنا بريس كل تحد نمشيو نتعشاو غادي توت لا فامي. يافي سي محمد دريدي يرحمه بالقانون، سيتي مانيفيك، معناها كله على البحر نظيف، و والعبيد كوا تخرج تسهر وتتعشى. مالوغوزمون توا تنحى، والعبيد كانوا فريمون ياسر متفتحين، ياسر زيتي اوفير كوا، معناتها في خروجهم، في لبستهم، في كلامهم. كانت العبيد عندها مونتاليتي اخرى، كنا شيخين اكثر، كانوا سبونتاني يقول محلاهم، يحبوا ياسر الشيخات، في لبستهم كانوا محترمين، مي او ميم طون اين ديما هكا، معناها معش كيش فسر لك مودرن. فوالا هكا كان شقا الفطر والسهرية في دار الكراي. نهارين كان فيهم برشا محبة، برشا حسن ضيافة وكرم. ان شاء الله وصلت لكم المحبة هذه. مريم بن حسين تبوسكم ناس كل، نتلقاو في حلقة أخرى من ريحة البلاد. دي جي إبارني متاع ليستي بي
أول أبليكاسيون موبيل تونسية للإدخار، تخليك تبلوكي وتدبلوكي فلوسك بتليفونك وقت ما تحب وين ما تحب، وهكاكا ما ينجم ياخوهم لك حتى هذا البرنامج برعاية STB تريو دور